ماخذين شغله المساحرتشيه ابا عن جد من دور جدودنا يعني. اما خلال السنوات الماضيه كان ممنوع المساحرتشي يطلع، والفتره يعني اخر الفتره قمنا نسحر ورجعنا على وضعنا الاولي الحمد لله رب العالمين. ونطلع يعني قبل السحور بساعه الساعه 2 ندور على الحارات لبين ما يعني نقعد العالم يجهزون للسحور، يعني ما ضل شيء يعني يصير وقت السحور. انت شهر الخير والبركه يزوركم يا عباد الله، وحد الله قوموا على سحوركم، قوموا طبعا شغلة المساحراتي صارت شيء أساسي بحياتي، وصار علي فرض كل يوم أقعد الناس أشوف العالم تستناني برا وقدام الحواش ويطلعون علي ويتمتعون بالشغلة هاي. يعني أمباني كل يوم فرض علي أطلع وانبسط بالشغلة، يعني أتمتع بيها. يعني قوموا على سحوركم، نجي رمضان الكريم يزوركم. والله اول ايام المسحراتي كانت ايام حلوه يعني، والاولي افضل يعني افضل من الايام هي، رغم التكنولوجيا والموبايلات والهي، بس يظل طقوس رمضان اجمل بايام المسحراتي. يا رمضان الكريم يزوركم.